قمنا احنا في احد الاسواق في الشمال السوري بدعم اخواننا المهجرين قصرا ببعض الألبسة وتخفيض الأسعار. قمنا بتخفيض الأسعار بشكل عام على الكماليات والألبسة بأقسام السوق تبعنا الخاص فينا. مثل هيك قطعة جاكيت كان سعرها بالأسواق 4000، خفضناها ل 1500 ليرة. اللي ما معه 1500 بألف، واللي ما معه 1000 بيدفع 500، واللي ما معه أعطيناه مجانا في سبيل الله، لأن في ناس عندها عزة نفس ما تحب تأخذ ببلاش، فإذا دفع الخمسمية وأخذها عارف حاله اشتراها بمصرياته. فنحن عم نحاول نساعدهم بأفكارهم بكل شيء إن شاء الله. ومنوجه رسالة لكل التجار بالمناطق بالشمال السوري، منحب نقول لهم إحنا عملنا اللي علينا واللي قدرنا عليه، ونتمنى من الجميع أنه يبادر مثل حكايتنا بتخفيض الأسعار ويقدم اللي بيحسن عليه.